الإيفواري متمرس وقوي يسعى للتخلص من أحد المرشحين للمنافسة على اللقب واحتلال المركز الأول في هذه المجموعة. بالماضي تذكرون قال إذا كان من الصعب على البعض أن يؤمنوا بقدراتنا على العودة إلى أجواء المنافسة فإنني لازلت أؤمن بقدرات لاعبية وأثق فيهم ولن أستسلم. نحن أيضا لازلنا نثق فيك وفيهم وفي قدرات لاعبينا ولن نستسلم. الجزائريون أيضا يثقون في لاعبيهم ومدربهم. أمام منتخب إيفواري محترم يدخل اليوم بسانغاري في حراسة المرمى، سيرجو ريي على الجهة اليمنى، كونان على الجهة اليسرى، كوسونو مع ديلي في وسط الدفاع، سينيدي مع سانغاري، وكيسي في وسط الميدان، نيكولا بيبي غراديل وسيباستيان ألير. المنتخب الجزائري بلباسه الأبيض على يمين يدخل كونان، مازال كونان يدخل، كونان يواصل، كونان يدخل، كونان الحكم قريب يا كونان، حكم قريب يا كونان. الكرة هذه مرت سلامات على عيسى مندي وعلى يوسف سنة. بغداد بنجاح البحث عن يوسف بليلي، التغطية الدفاعية نعم مهم جدا حتى يخلي الأريحية لسعيد بن رحمة وكذلك للمخالفة الأولى في المباراة. قلت يخلي الأريحية لسعيد بن رحمة وليوسف بليلي. كيوسف بليلي رياضي وتضرب في الجدار وري الاحتياط بدران، كرة بعيدة، البحث عن بن رحمة، تغطية دفاعية من قبل سيرجو ريي يخرجها في التماس مرة ثانية لصالح الجزائريين. المراوغة الرائعة هنا صعبة 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 والكرة راحت سلامات مباشرة. ضربة مرمى عرضية بعيدة تماما، البحث عن يمنى يلعبها في اتجاه يوسف فنتمنى ان يتحملون شويه. جراديال انطلق من هنالك على الجهه اليسرى، كره في العمق تسترجع من اسماعيل بن ناصر يرفعها مره ثانيه في اتجاه يوسف تقادر عليها. بنجاح على الجهه اليسرى يحاول يمر، تغطيه دفاعيه، الحكم المساعد هل رفع الرايه وقال وضعيه تماس للمنتخب الايفواري. كره بعيده الامام ليوسف بليلي، تغطيه دفاعيه من قبل ديلي البيبي المراه. لا 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 رائع رائع من هنالك بيبي كيد ياتي الهدف الاول لصالح المنتخب الايفواري في اول كره بولحي بعيد الامام في اتجاه بغداد بنجاح، تفوق رائع من ديلي. تاخذ حذرك يا بغداد. سبليلي استلم الكرة، حاول يمر يوسف، يوسف التوزيعة، التغطية، حاول يمر سعيد بن رحمة من أمام ري، سعيد بن رحمة يمر والكرة في الرب اللقب مرتين واللي خسر النهائي ايضا مرتين. هنا ماذا هنالك؟ هذا هنالك يا يوسف او يوسف عطال. هذا بليلي كرة مرفوعة بشكل رائع بالراس من عيسى مندي ومرت سلامات. والمدافع الديلي هيل الكرة، هيل الكرة، هيل يا سعيد، كرة ممتازة من رياض في اتجاه سعيد بن رحمة وأول كرة يبحث عن الكرة البعيدة. رياض في القائمة الثانية بعيدة كثير، راح ضربة يوسف اي 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 بيبي استلمها بيبي ودخل بيبي 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 وبيبي من هنالك تروح في الوسط يوسف بليلي لم يقدر، يوسف عطال لم يقدر، عيسى كرة مباغتة سلام سعيد مع سعيد أوريه، سعيد أوريه، سعيد أوريه، سعيد أوريه بيني يا بيبي ولالا ولالا جول ولالا جول أول لمنتخب كوت ديفوار. يا سلام على اللعبة من فرانكيسي يفتح مجال التسجيل لمنتخب كوت ديفوار بلعبة رائعة جدا عن طريق بيبي صنع الفارق على الجهة اليمنى وفرانكيسي يفتح مجال التسجيل لمنتخب كوت ديفوار 1-0. ثاني الأهداف للكرة البعيدة في اتجاه يوسف بليلي، الكرة في الركن ديل يستعد لتنفيذ المخالفة بعيدة في القائمة الثانية وسعيد بن رحمة ولالا الراسية وجول، الراسية وجول ثاني لمنتخب كوت ديفوار. ليس هناك وضع التسلل، راسية وجول ثاني من قبل إبراهيم سانغاري في الدقيقة 44، هدفا لصفر للمنتخب الإيفواري أمام المنتخب الجزائري.
ليوسف بلايلي. دخل يوسف، راح يوسف، راح يوسف، يوسف 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 قيلي سعيد يرفع كرة بعيدة، سعيد بالرحمة رأسية مرة ثانية، يوسف يتقدم عنده الكرة الآن، يوسف يواصل، أوه في خطأ، يوسف عطال، يوسف عطال، يوسف عطال، أوه ما زال يبحث عن بغداد، وجد يوسف من هنالك، عطال، كرة بينية إيفوارية، بيبي محاولة التوغل أرضية خطيرة، كيسي، كيسي وإسماعيل، على جهة اليسرى موجود غراديل، كرة في العمق والتدخل، التوزيع رياض من عند إسلام، يدخل رياض، ما زال رياض في المراوغة، رياض ما زال، أوي رايس ينقذ الموقف، رايس وابن بلحي، هذا الذي تشاهدونه وستشاهدونه هنالك على الجهة اليمنى عن طريق بيبي، حاول يمر بيبي، بيبي جول، 3-0 صارت النتيجة لكوت ديفوار، بيبي يفعلها، وكوت ديفوار لن تأتيها فرصة مثل هذه وظروف مثل هذه لكي تسجل هذا أهداف أمام المنتخب الجزائري بالثلاثة بتفوقيه الآن عناصر منتخب كوت ديفوار، لكن خليني نقول بأنه يستهزل، لن تسجل يا يوسف، لن تسجل يا يوسف، الحكم ماذا قال؟ ركلة جزاء، وما رأيكم لو ركلة الجزاء ونضيعها؟ يعني إذا ضيعناها خلاص يعني واو ما فيش، سانغاري رياض ويقول لولا، بالله عليكم هل فهمتم؟ بالله عليكم هل أدركتم؟ بالله عليكم مرة ثانية ليوسف بلايلي وخطيرة، وقول في نهاية المطاف اهتزت شباك الخص